ترامب يتهم الإعلام ليغطي ارتباك إدارته في التعاطي مع الملف الإيراني، وأصوات الجناح الداعي إلى التصعيد والسعي إلى تغيير الأنظمة تتراجع، وهذا ما يعزز التوجهات نحو تجنب الصدام المباشر مع إيران، توجهات تتماشى مع دعوات في الكونغرس لتفادي الاستخدام الانتقائي والمبالغات في المعلومات الاستخباراتية التي تعيد إلى الأذهان تبريرات الحرب على العراق عام 2003. نحن في غنى عن الانقياد وراء معلومات خاطئة مرة أخرى كما حصل في أسلحة الدمار الشامل مع العراق، والتي كانت من أكبر الكوارث في سياساتنا الخارجية. الانتقاد لم يقف عند الديمقراطيين، بل كان لدى بعض قادة الحزب الجمهوري شكوك أيضا في دقة تلك المعلومات، ما دفعهم إلى طلب المزيد من التوضيح قبل الإقدام على اتخاذ أي خطوة تجاه إيران. تلقيت إحاطة استخباراتية سرية استجابة لطلبي، لكن مضمونها لن يكشف عنه، وينبغي إحاطة كل أعضاء اللجنة بتلك المعلومات الخاصة قبل اتخاذ قرار بشأن إيران. اضطرت الإدارة للخضوع إلى طلبات الكونغرس وقادة الحزب الجمهوري بإطلاع مجلسيه الشيوخ والنواب على الأدلة التي أقدمت بموجبها إدارة ترامب على إرسال تعزيزات عسكرية ذات طابع هجومي إلى منطقة الشرق الأوسط. أوساط الكونغرس لا تعترض على لجوء إدارة ترامب إلى تعزيز حماية القوات والدبلوماسيين الأمريكيين، ولكنها تعترض وبشدة على أن تستغل معلومات مشكوك فيها لتبرير حشد عسكري قد يؤدي إلى نشوب حرب مع إيران. محمد كريم، واشنطن، الميادين.